الخاصيه الجديده او الميزه الجديده بتاعه الاشراف الابوي، هل الكلام ده اتفعل بجد والكلام ده عباره عن ايه؟ الحقيقه هي ميزه دايما ميتا بتضيف، يعني احنا بنتكلم شهريا بقى في خصائص جديده وتغيير شويه لي فيما يتعلق بالخصوصيه والمميزات اللي ممكن ان مستخدمين يعني انستغرام وفيسبوك الحقيقه يقدروا يستمتعوا بيها. خليني اوضح الساده المشاهدين ببساطه، حابب النهارده اكون حاول ابقى بسيط على قد ما اقدر، ان احنا لان الحقيقه ده موضوع يهم اولادنا وابنائنا ويهم كل اسره مصريه. المتوسط عدد الساعات، الارقام دي برضو دايما بكررها لانها مهمه جدا، متوسط عدد ساعات استخدام يعني 3 ساعات تصفح. الحقيقة الحسابات بتزيد يوميا، يعني سواء على انستجرام سواء على الفيسبوك، هنتكلم في ما يقرب من 51 مليون حساب تقريبا. طبعا الحسابات بقت انستجرام عارفين وفيسبوك مرتبطين، فهنعتبرهم ان هم حساب واحد، يعني 51 فرد قصد حضرتك، 51 مليون حساب. تمام. مليون مستخدم يعني. ده رقم كبير جدا، او طبعا رقم كبير لان في ممكن يكون مستخدم او حساب يبقى عنده اكتر من مساحه يعني على السوشيال ميديا. طيب خليني اقول الخاصيه دي، فكره التحكم يعني الاشراف الابوي. انستغرام قالت ان هضيف ميزه ان كل اب او ام يقدر ان هو يبعت لينك رابط يعني من خلال الحساب بتاعه لابنه أو بنته، بحيث يحصل هنا ارتباط ما بين الحسابين. طب لما يحصل ارتباط ما بين الحسابين ايه؟ خليني اقربها شوية. الاندرويد عاملة خاصية برضو لطيفة جدا، ان حضرتك تربط حساب الطفل على جهاز موبايل بالجهاز بتاع حضرتك اللي عليه حساب جوجل. فميزته ايه الحقيقة؟ انا الحقيقة مفعل ده في مع اولادي وناجح جدا جدا، يعني انا زوجتي الحقيقة دايما بتشكرني على الفكرة وانها قد ايه انها ناجحة مع انك تتحكم في عدد الساعات. تقول لهم مثلا يوميا انا هديكوا 3 ساعات، تمام؟ يوم الجمعه ممكن ازود عدد الساعات، وقت النوم الساعه 9، فالموبايل تماما بيلوك او بيتقفل تماما الساعه 9 مساء. ده من خلال الموبايل يعني؟ من خلال الموبايل اللي مع الام او الاب، تحديدا الام هي الاكثر. انا بدعو دايما الامهات هي اللي تبقى عندها هذا تستخدم او هذه الميزه. انستغرام برضو بدات تعمل كده بس بشكل مختلف. تقدر تتابع عدد الساعات الاستخدام لابنك او بنتك، وتقدر تشوف البيهيفير بتاعه او سلوكه على الانستغرام. حقيقه خليني اقول انستغرام هي مساحه نقول انها صخبه لو جاز التعبير، يعني فيها يعني كم من الميديا وكم من مش الاخبار اكتر ما هي شويه بتفتح باب المقارنات الاطفال. احنا طبعا الفئه المستهدفه وهي المراهقين، فبالتالي الحقيقه مهم جدا ان يعني الاب او الام يبقوا شايفين سلوك الحقيقه ابنه او بنته على انستغرام. طبعا رغم ان الحقيقه كتير جدا الخاصيه دي بتزعج كثير من المراهقين ان هم او الشباب يعني ان هو ازاي يعني بابايا او مامتي يشوفوا انا بعمل ايه على الانستجرام. طبعا انستجرام حقيقه عامله منصه بقى كامله او مساحه كامله اللي هي مركز الاسره اللي هي فاميلي سنتر، ودي موجوده لو قدرنا ندخل على ميتا او انستجرام فاميلي سنتر او ميتا فاميلي سنتر. هي طبعا حاطين فاميلي سنتر ضمن المنصه الخاصه بميتا. طيب فاميلي سنتر دي بتقول لحضرتك ازاي تفعل الخدمه دي، وطبعا نقدر يعني هي موجوده باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، نقدر نفعلها ازاي من حساب انستجرام، ايه الخصائص والمميزات. انا زي ما وضحت حضرتك هو ازاي تتابع وتشوف تعليقات الاصدقاء وتشوف تعليقات ابنك. وفي بقى حاجه هنا غريبه جدا لفتت انتباهي، ان برضو الابن هيتابع سلوك بابا ومامته بالظبط. ميتا الانستجرام بتقول ان ده يعني كله يعني على نفس الخط.